ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية سليمة. جبت لكم بقى ميزانية الشهر شهر 10 ان شاء الله، وازاي بقسم مصروف بيتي وازاي بعمل بظبط الاكل والشرب والكلام ده. انا جايبه لكم ميزانية شهر 10 لاربع افراد ب 4000 جنيه. 4000 جنيه دولت اكل وشرب بس، خارج عنهم اي حاجة تانية خالص، علشان ان شاء الله ربنا يكتر من رزقنا ويوسع رزقنا كلنا. الدعاء ده حلو قوي قوي يا بنات لطلب الرزق. خليه، اكتبي الدعاء ده وخليه عندك في محفظتك او على باب التلاجة كل اول شهر تقوليه، او تقوليه حتى باستمرار، ربنا يوسع رزقك ويوسع رزق بيتك ويزيدكم من نعيم الله. ايه بقى هو الدعاء؟ اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، انت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. اكتبوا الدعاء ده، خدوه أهو سكرين شوت، واكتبوا الدعاء ده عندكم واحفظوه، إن شاء الله رزقكم هيزيد وربنا هيرزقكم من حيث لا تحتسبوا. أخدتوا سكرين شوت أهو، تمام كده، خدوا سكرين شوت وسجلوه عندكم او احفظوه عندكم. بصي بقى يا ست الكل، انت دلوقتي خدتي الفلوس من جوزك اول الشهر، قال لك خدي الفلوس وتصرفي، ادفعي اللي انت عايزه تدفعيه وتصرفي. انت هتخصمي بقى من الفلوس اللي هو اديها لك، لو قاعده في شقه ايجار هتدفعي الايجار. الاستهلاكات زي الغاز، الكهرباء، النت، الميه، مسح سلم لو عندكم حد بيجي يمسح السلم او البواب، يعني فلوس البواب او كده. مصروف للولاد، بما اننا دخلنا على المدارس والولاد بيبقوا عايزين معاهم مصروفهم رايحين المدرسه، فبتطلعي بقى ايه المصاريف دي كده من الفلوس اللي جوزك بيديها لك. تمام، اتفضل معاكي 4000 جنيه. ال 4000 جنيه دول لو معاكي للاكل والشرب خلاص، انت كده ميزانيتك تبتدي بقى بالميزانيه بتاعتك او مصروف البيت بتاعك بتاع الاكل والشرب معانا، انت كده ايه معانا على الخط ومعايا مع الميزانيه بتاعتي. اقل بقى اكتبي لي انت مصروف البيت بتاعك اكل وشرب كام، وانا هحاول اعمل لك ميزانيه تقضي معاكي الاكل والشرب، وتكتبي لي انت عدد افراد اسرتك كام فرد وبتاخدوا للاكل والشرب كام، وانا اعمل لك احاول اعمل لك ميزانيه اذا كان بالشهر او بالاسبوع او باليوم تنفع مع مصروف بيتك. ربنا يقدرني واعمل لكم حاجه تكون كويسه تنفع مع الوقت الصعب والغلا اللي احنا فيه ده. دي انا الميزانيه اللي انا بمشي عليها، بطلع 4000 جنيه اكل وشرب للبيت. الميزانية دي تنفع لثلاث أفراد لأربع أفراد، فزي ما بقول لكم كده نبدأ كده بأهم حاجة. بس قبل ما نبدأ إن إحنا نجيب أكلنا وشربنا، نطلع بقى صدقة لله، ودي مهمة جدا. صدقة لله بقى هتقولي طب أنا الفلوس بتقضيني بالعافية، صدقيني لو طلعتي فلوس لله الفلوس دي هتقضي معاكي وتزيد. لو طلعتي صدقة لله، صدقة لله مش معناها إن أنت تطلعي فلوس بس، طلعي كده صدقة كل شهر أساسي. صدقة بقى دي ايه؟ ان انت تعملي مثلا مرة اكل فرد زيادة معاكو وطلعيها لله، حد غلبان في الشارع تديها له ياكلها، او ان انت تحطي رز كده على سور البلكونة بتاعك العصافير تاكل وتشرب، حطي لهم طبق مية كده في البلكونة مع شوية رز يدخلوا ياكلوا ويشربوا عندك. وانت ماشية في السوق كده قابلتك ست غلبانة معاها شوية نعناع، اشتري منها حزمة، بس بدل ما تديها 5 جنيه تمن الحزمة تديها 10 جنيه كده. الناس الغلبانه اللي بتسترزق دي اللي على باب الله، واحده واقفه بمناديل خدي منها مناديل، مش بقولك ان هي تشحت فاديها فلوس ما تاخدش منها مناديل، خدي منها مناديل، كيس المناديل بجنيه اديها 5 جنيه، اديها 10 جنيه، اللي يطلع في مقدرتك. انا مش بقول لكل واحد تطلع 100 جنيه صدقه 200 جنيه صدقه، طلعي اللي يبقى في مقدرتك اللي تقدري تستطيعي عليه، وصدقيني ربنا هيزيد ويبارك في اكلك وفي شربك وفي فلوسك، وهيرزقك من حيث لا تحسبي، هيرزقك. والله لو انت شايفه ان ال 4000 جنيه دولت مش هيقضوكي ومش هيقضوا عيالك اكل وشرب، هيقضوكي وزياده ان شاء الله. تعالوا بقى ندخل من غير رغي كتير، انا حاسه ان انا رغي كتير قوي، انا خايره قوي، انا رغايه قوي بصراحه، يعني انا مش عارفه اخلص في موضوع الرغي. ندخل بقى على اهم بند في الميزانيه بتاعتنا، هو بند اللحوم. انا عملت البند اللحوم 1550. ايه هم ال 1550؟ اول حاجه عندي اللحمه، اللحوم انا عملت لها 650 جنيه. 650 جنيه دولت عندك بقى اختيارين، يا اما تجيبي نص كيلو لحمه سليمه ب 250 وكيلو من اللحمه المفرومه ب 400 جنيه. اللحمه المفرومه بنطلع منها اكلات كتيره جدا، هيعملوا معاكي تقريبا 3 كيلو هيعملوا معاكي 3 وجبات. النص كيلو من اللحمه السليمه ممكن يعملوا معاكي اكلتين، يعني تعملي غدا اليومين ورا بعض.
يا اما تعملي نص كيلو، تجيبي نص لحمه، نص كيلو لحمه سليمه ب 250، وكيلو لحمه مفرومه ب 400 جنيه. اللحمه المفرومه زي ما قلت لكم كده بنطلع منها اكلات كتيره جدا، زي الكفته، زي الحواوشي، زي البرجر الاقتصادي اللي احنا عملناه في القناه. عملنا في القناه يعني اكلات كتيره جدا من اللحمه المفرومه. ف يعني ممكن تعملوا الاختيار ده كده، وممكن تختاروا بقى الجزء التاني. وانا بالنسبه لي الجزء التاني ده هو المحبب لقلبي. ليه بقى؟ فيه متنوع، متنوع كتير. انا يعني عندنا مش بناكل اللحمه السليمه دي قوي، يعني مش بنحبها يعني قوي. فبالنسبه لي اللحمه المفرومه عندي اساسي في البيت، فبجيب نص كيلو لحمه مفرومه ب 200 جنيه، هجيب نص كيلو كفته رز ب 170، هنجيب نص سوسيس او سجق ب 70، وممكن نجيب ربع وربع يبقى اكله واكله. ممكن نجيب نص كبده ب 75، وكمان دخلت معاهم بند ان انا ازود نص جبنه موتزاريلا ونص جبنه رومي مبشوره. هتقولي طب ما دوت مع الجبن، انت ليه مدخلاهم مع اللحمه؟ هقول لكم ليه. انا بجيب الجبنه الموتزاريلا وبجيب الجبنه الرومي المبشوره دي من الراجل بتاع المجمدات اللي بشتري من عنده اللحمه المفرومه والكفته والسوسيس والكبده، فانا مدخلاهم مع بعض عشان هم مبسوطين ان انا هحطهم كده في ظرف او في ورقه كده اروح اديهم له. انا حاسبه الحاجات ب 650 جنيه، فهم دول 650 جنيه اللي هم ياخدوهم. فانا بالنسبه لي انا كنت الشهر اللي فات كنت جايبه نص لحمه مفرومه ونص كبده اسكندراني ونص كبده اللي هي الشرايح البانيه. فانا الشهر ده هبدل بقى نص كبده الشرايح البانيه بكفته رز، بقى احنا كتير ما اكلناش تقليم بقى على الشتاء وعايزين ناكل بقى اكله كده حلوه، فهنجيب كفته رز. ده كده بالنسبه للحمه. عايزين تجيبوا ده او تجيبوا ده، انا اديتكم كده اختيارين اهو، هاتوا اللي انتوا عايزينه. بالنسبه بقى للفراخ، الفراخ الشهر ده انا حطيت لها 500 جنيه. والله 500 جنيه دول كمان بكتير صدقوني، يعني انا عامله لكم الحاجه بزياده. ال 500 جنيه دول عباره عن ايه؟ الشهر ده الفراخ غاليه شويه، ففي اماكن فيها الفراخ الكيلو عامل 80 جنيه، وفي اماكن الفراخ عامله الكيلو 85، وفي اماكن الكيلو عامل فيها 90 جنيه. فانا جبت لكم المتوسط اللي هو كام؟ 85 جنيه. فهنجيب 3 فرخات في الشهر، كل فرخه عامله 2 كيلو. فانا حسبت لو الكيلو عامل 85 اللي هو متوسط زي ما قلت لكم، في 2 كيلو يبقى الفرخه الواحده عامله 170 جنيه. 170 جنيه في 3 فرخات هيبقى 510 جنيه. ادي بقى الفرخه، قطعي الوراك لوحدها وقطعي الصدور لوحدها. الصدور بقى اعملي منها كفته فراخ، اعملي منها ستريبس، اعملي منها بانيه، اعملي منها برجر فراخ عشان الولاد المدرسه، اعملي منها ناجتس، يعني دخليها بقى في المصنعات دي، اعملي منها لانشون. عملنا لانشون في القناه، ارجعوا له، طريقه ممتازه وحلوه جدا للاطفال، هتوفر عليكم بقى اللانشون اللي احنا بنجيبه من بره كمان. فالصدور بنطلع منها كميه حلوه جدا، والفرخه ال 2 كيلو دي بالمناسبه الستريب بتاعها هيبقى كبير، فيوفر عليكم ثمن البانيه اللي انتوا تجيبوه من بره غالي. يعني انت عشان تجيبي وراك وبانيه من بره كل حاجه لوحدها هيبقى اغلى من ال 500 جنيه. لكن انت لو جبتي الفراخ ب 500 جنيه وقطعتيهم، طب انا ما بعرفش اقول اقطعهم، انا هتروحي للراجل بتاع الفراخ هتنقي فرخاتك، قولي له انا عايزه 3 فرخات عاملين 500 جنيه، هيجيب لك الفراخ يذبحهم، هيقول لك يا استاذه عايزاهم متقطعين ولا سلام؟ قولي له انا اقول لهم انا عايزاهم متقطعين وصدر عايزاه بانيه، او عايزاه مخلي. وانت بقى لما تروحي قطعي بقى ستريبس، قطعي بانيه، قولي له عايزه صدر متقطع بانيه وصدر متقطع ستريبس، هيقطعهم لك. بس انا مش عارفه هياخد منك زياده فلوس ولا لا للامانه، يعني ممكن ياخد منك 10 جنيه زياده او 20 جنيه زياده على التقطيع ده، مش عارفه بصراحه، ما يعني ما جربتش موضوع التقطيع ده بياخد فلوس ولا لا. بالنسبه بقى للسمك، انا عملته 400 جنيه للسمك للاسماك. ادي مره بولتي، مره ماكريل، مره سمك مكرونه، انا عملته على 3 مرات لان السمك الشهر ده هيبقى غالي. انا سالت على السمك عامل 95 جنيه. حاولوا على قد ما تقدروا الفراخ والسمك ما تجيبوش يوم الجمعه، يعني السمك بالذات، السمك بالذات يوم الجمعه بيبقى غالي جدا، ما اعرفش ليه، عشان تقريبا احنا في مصر متعودين ان الناس كلها تاكل سمك يوم الجمعه. فيوم الجمعه ما تجيبيش سمك، عايزه تجيبي سمك تاكليه يوم الجمعه ادي في نص الاسبوع، يعني ادي يوم الاربع السمك ونضفيه وحطيه في الفريزر، يوم الجمعه الصبح طلعيه فوق واعمليه. بس يعني يفضل ان الاسماك بالذات تشتريها بالاسبوع. عشان كده انا حطيت لك 400 جنيه، عايزه بقى ال 400 جنيه، ال 400 جنيه دول تاكليهم مرتين، تاكليهم 3 مرات زي ما انا عامله كده، لكن هم استحاله هيجوا معاكي 4 مرات. في ناس اصلا انا اعرف ناس عندهم فوبيا من اللحمه، مش بيحبوا اللحمه، يعني مش بياكلوا لحمه، بياكلوا فراخ وسمك بس. فدولت هيقسموا بقى الميزانيه بتاعتهم على فراخ وعلى سمك، هيستبعدوا بقى 650 جنيه دولت بتوع اللحمه، هيشيلوا منهم بس ال 135 جنيه بتوع الجبن دولت، والباقي هيوزعوه بقى على الفراخ والسمك، هيزودوا كميه الفراخ وهيزودوا كميه السمك، وهياكلوا سمك وفراخ. ده كده بالنسبه لبند اللحوم. فانا بند اللحوم بالنسبه لي بجيب اللحمه اللحوم والسمك والفراخ بالشهر، السمك بجيبه بالاسبوع زي ما بقول لكم. انا بالنسبه لي طول ما انا عندي في الثلاجه او في الفريزر لحومي وفراخي موجودين، ما بجيبش اكل من بره
كسل بقى، حته الكسل ان انت كسلت تقومي تعملي اكل وتجيبي اكل من بره، انت عايزه لك بتاع اكتر من 10,000 جنيه اكل وشرب بس صدقيني. فطول ما انت عندك الحاجات دي كده في الفريزر، اول شهر تنزلي تجيبيهم ويبقوا عندك في الفريزر، هي طول الشهر هيقضوكي وهيغنوكي عن ان انت بقى تكسلي تقومي تجيبي اكل، او تبعتي حد يجيب لك اكل مثلا من بره جاهز، او تبعتي الراجل بتاع الفرخ تكلميه عشان يجيب لك الفرخه عشان تعمليها النهارده، فالراجل يتاخر فما تلحقيش تعملي الاكل، بيوفر عنك القصه دي كلها، تعب يوم بيغني عنك شهر كله. ده بالنسبه للحوم والفراخ والاسماك. نخش بقى على تاني بند، ويعني المهم زيه زي اللحمه بالنسبه لي، الخزين واللحوم دول اهم اتنين او اهم حاجتين لازم يبقوا موجودين في البيت، بيهم بيتك عمران وفيه كل خير. عايز اقولك ندخل بقى على الخزين. الخزين انا عملت لكم الشهر ده الخزين ب 780 جنيه. 780 جنيه هنجيب بيهم ايه يا علا؟ هنجيب بيهم 3 كيلو رز، الكيلو عامل 25 جنيه. طب هتقولي لي هو في كيلو 25 جنيه؟ اقول لك اه، عند العطار، هتروح عند العطار او هتروح اكازيون بيبدا من اول 22 جنيه الرز، هتلاقي ال 22 جنيه ده متكسر كده، فبلاش تجيبيه. عايزه تجيبيه وتوفري بقى الفرق ده في حاجه تانية ماشي، بس انا جبت لكم المتوسط 25 جنيه. لكن هتروحي بقى اي سوبر ماركت تاني هتلاقي الرز معدي في الثمن، هتلاقيه 34 و35 جنيه، فلا خليكي في المتوسط. تروحي عند العطار قولي له انا عايزه المتوسط الرز، يكون الرزايه تكون كويسه وتكون رزايه سليمه، هيقول لك من اول 25 وانت طالعه لحد 29 جنيه. هاتي ام 25 جنيه دي حلوه وكويسه في الاكل. هتجيبي 3 كيلو عاملين 75 جنيه، وهتجيبي 3 كيلو من المكرونه منهم كيلو شعريه، الكيلو عامل 22 جنيه. هتقولي لي فين ال 22 جنيه دوت؟ هقول لك في مكرونه ببساطه، في كايرو ب 22 جنيه، السايبه عند العطار ب 18 جنيه ونص، وحلوه لو عطار نظيف وانت بتتعاملي معاه وعطار نظيف وانت واثقه من حاجته هتلاقيها 18 جنيه ونص، واحلى من المغلفه، لان المغلفه دي ما بتبقاش نص كيلو، يعني نص كيلو اللي هم 500 جرام، المغلفه بتبقى كام؟ بتبقى 300 جرام، مش توصل ابدا لل 500 ديت او 400 جرام، شركات وشركات يعني على حسب. فآتي السايبه احسن، هتبقى 500 جرام، نص كيلو 500 يعني نص كيلو نص كيلو. هتجيبي بقى ايه؟ 3 كيلو هيبقى عباره عن ايه؟ كيلو شعريه. المكرونه بقى انت وذوقك، بتحبي السباجيتي هاتي سباجيتي، مكرونه قلم تعملي مكرونه بشاميل المقصوصه اللي هي الملويه دي او المعوجه دي، هاتي لسان عصفور، يعني المكرونات دي انت بقى واختيارك. هيبقى عندك غير الشعريه 4 اصناف مكرونه هتجيبيهم، يعني كل اسبوع تعملي مره مكرونه. 3 كيلو مكرونه الكيلو عامل 22 جنيه، في 3 كيلو ب 66 جنيه. هنجيب نص كيلو فول تدميس ب 12 جنيه ونص، ومعاه فول مدشوش ب 5 جنيه وعدس اصفر ب 5 جنيه، يبقى كله 22 جنيه ونص. نجيب الفول وندمسه في البيت، الحاجات الصغيره دي بتفرق قوي 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 يا بنات في الميزانيه. فاتيلك اتيلك ب 22 جنيه ونص، نص كيلو فول تدميس معاه فول مدشوش ومعاه عدس اصفر ب 10 جنيه، هيعملوا معاكي حبه فول حلوين تحطيهم في الفريزر، تدمسيهم وتحطيهم في الفريزر، ويبقى عندك الفطار فول، زهقتوا من الفراخ واللحمه يبقى عندك فول مع شويه بطاطس مع طعميه، هتصرفي نفسك ويبقى عندك برضو اكل موجود في البيت. هنجيب كمان 3 كيلو دقيق، الكيلو الدقيق عند العطار عامل 18 جنيه، في 3 كيلو هيبقى عندك 54 جنيه. الدقيق بقى يعني الشهر ده ان شاء الله هنعمل منه كتير قوي، هنعمل منه كيكه، كب كيك، مافن كيك، هنعمل منه فينو، هنعمل منه بيتزا، هنعمل منه ميني بيتزا، هنعمل منه باتيه، كرواسون، اعملي بقى اللي انت بتعرفي تعمليه. يعني ادي 3 كيلو دقيق، هتبقي مش محتاجه ان انت تجيبي جبن كتير طول الشهر، خصوصا ان الجبن بقت غاليه دلوقتي، فمش هتحتاجي ان انت تجيبي جبن كتير. فده كده بالنسبه للدقيق. هنجيب 2 كيلو سكر عشان الميزانيه بتاعتنا، للناس اللي ما بياخدوش تموين، يعني الناس اللي ما بتاخدش تموين هتمشي معايا على الميزانيه دي. يبقى 2 كيلو سكر، الكيلو عامل 37 جنيه، وفي اماكن الكيلو عامل فيها 35 جنيه، بس انا يعني حبيت ان انا احسبها لكم بزياده، هيبقى 74 جنيه 2 كيلو رز. هنجيب كمان 2 ازازه زيت ب 50 جنيه، لو الازازه عامله 50 جنيه يبقى هتجيبي ازازتين ب 50 ب 100 جنيه. هتجيبي كمان نص كيلو سمنه ب 45 جنيه عند العطار برده ب 45 جنيه. هنجيب بقى بيكنج باودر وفانيليا وخميره فوريه ب 25 جنيه. وهنجيب ملح وخل ب 20 جنيه، يعني لو جبنا اللي هي الازازه بتاعت الملح دي ب 10 جنيه والخل ب 10 جنيه يبقى 20 جنيه. حاطه لكم بقى ب 50 جنيه بقوليات، لو عايزين تجيبوا لوبيا، فاصوليا، يعني اللي هي البقوليات اللي هي ايه تنفع طبيخ. بس نصيحه مني ان الشهر ده ما تجيبوش بقوليات،
لو هتجيبي كليه هتجيبي ايه؟ هاتي عدس بجبه اعملي كشري، هاتي عدس اصفر واعملي كشري الاسكندراني اللي هو بالعدس الرز بالعدس الاصفر بالبيض ده، هيبقى حلو جدا. بس ابعدوا بقى عن البوكليت اللي هي بتبقى بصلصه دي، لان الطماطم عماله تزيد سعرها عمال يزيد. فاحنا عايزين نعمل اكلات الشهر ده تكون من غير صلصه ومن غير طماطم على قد ما نقدر، ونقلل شويه في الطماطم والصلصه علشان مش هنقدر. الطماطم لوحدها هتبقى غاليه جدا، مش هتنفع بقى مع اللي احنا بنقول عليه ده. هنجيب كمان نشا عشان بقى المعجنات والحاجات اللي احنا هنستخدمها دي، لو حبينا ندخل نشا في اي حاجه يبقى عندنا نشا ب 10 جنيه نجيب 10 جنيه نشا هيبقوا حبه محترمين كده حلوين. هنجيب برده كاكاو ب 20 جنيه عشان الكيكات. هنجيب فشار للاولاد ب 30 جنيه عشان ينقنقوا كده فيها، نعمل لهم كده كيس كده صغير مع اللانش بوكس ياخدوه ينقنقوا فيه في المدرسه يشبعهم جنب الاكل. ونجيب برده عسل ابيض ب 60 جنيه. الشهر اللي فات كنت جايبه لكم عسل اسود، الشهر ده هنجيب عسل ابيض للولاد كده نديهم معلقه كده وهم رايحين المدرسه الصبح يديهم كده تنشيط للذاكره ب 60 جنيه. وهنجيب طحينه خام ب 30 جنيه برده هيبقوا حبه كده صغيرين بس على قد ايه. لو مش عايزه تجيبي طحينه هاتي سمسم وطحنيه في البيت واعملي طحينه في البيت، هاتي برده ب 30 جنيه سمسم بس هيديكي طحينه اكتر من الطحينه اللي هتجيبيها جاهزه خام. يعني انا بديكم افكار كده وانتوا ايه واللي انتوا عايزينه. انا زودت لكم بقى على انا طلع معايا الاجمالي 681.5 زي ما انتم شايفين كده. زودت لكم بقى 100 جنيه عشان لو عايزين مثلا في توابل عندكم ناقصه وعايزين تزودوا توابل، عايزين تجيبوا شاي، يعني لو في اي حاجه غير اللي احنا قلنا عليها دي ناقصاكم يبقى معاكم كمان 100 جنيه زياده ان انتوا تجيبوا الحاجات اللي ناقصاكم، فما تزودوش عن 780 جنيه لحاجه الخزين. هندخل بقى على ثالث حاجه ودي اللي احنا لو ما مسكناش ايدينا فيها هنخرب الدنيا. عايز اقول لكم البند بتاع المنظفات ده لو قعدت تجيبي كل الحاجات اللي نفسك فيها هتخلصي فلوس الشهر عليها. انا في الاول كنت بروح اسواق العصيم، بنزل اسواق العصيم اجيب بقى مسحوق اوتوماتيك اذا كان بقى اوكسي ولا برسيل قبل المقاطعه، كنت بجيب برسيل واريال وكنت بجيب حاجات يعني مسحوق اوتوماتيك وانا اصلا غسلتي فوق اوتوماتيك. بصراحه عايز اقول لكم على حاجه، المسحوق الاوتوماتيك مع الغسالات فوق اوتوماتيك او الاوتوماتيك بينظف جامد جدا، بينظف احسن من المسحوق العادي بس غالي اغلى من المسحوق العادي. كنت بروح اجيب اكتر من الكميه اللي انا محتاجاها، كنت بجيب كلور الوان وكلور ابيض وكنت بجيب باديتول وكنت بجيب معطر وكنت بجيب صابون وشاور وشامبو، يعني حتى لو كانت الحاجه موجوده عندي في البيت كنت بجيب زياده وارجع بقيه الشهر اغني ظلمون الفلوس خلصت. اجيب منين بقى فلوس في حين ان انا عندي في البيت الحاجات موجوده اساسا، يعني ما خلصتش ان انا اجيب غيرها. فبند المنظفات زيه زي بند الخزين زي بند الخزين زي اي حاجه هتشتريها قبل ما تنزلي تروحي تشتري حاجتك تكوني عارفه ايه اللي موجود عندك في البيت وايه اللي خلصان. اللي موجود ما نجيبش غيره، اللي مش موجود هو بس اللي نجيب غيره. يعني انا الشهر ده عامله لكم المنظفات ب 350 جنيه وده زياده 100 جنيه. هنجيب ايه بقى؟ لو انت عندك الغساله اوتوماتيك هتجيبي 3 كيلو اوكسي جل اللي هو بتاع الاوتوماتيك ب 170 جنيه، 3 كيلو هيقضوكي. هتحطيه وهتحطي معاه كلور الوان ب 30 جنيه. طبعا مش هتحطي الازازه كلها، يعني هتحطي يعني اللي هو الغطاء بتاع الاوتوماتيك هتحطيه زي ما هو كده في الغساله وهتحطي معاه يعني حبه صغيرين كده من كلور الالوان هينضف الغسيل جدا. طب انت لو غسالتك مش اوتوماتيك وفوق اوتوماتيك زي بتاعتي كده هتجيبي 100 جنيه مسحوق. انا بجيب يا اما اوكسي يا اما ليدر. اوكسي ال 2 كيلو عامل 80 جنيه بجيبه وبجيب معاه الكيس اللي هو ابو 20 جنيه فبيقعد معايا الشهر. وزي ما بقول لكم برده نفس الكلام مع المسحوق العادي اللي هو بتاع الغسالتك فوق اوتوماتيك بحطه وبحط معاه كلور الوان. فاللي احنا هنجيبه ايه؟ هنجيب للي هم بتوع الفوق اوتوماتيك غسالات فوق اوتوماتيك هتجيبه ب 100 جنيه اي بقى مسحوق انتوا بتحبوه بس تجيبي حاجه نظيفه وما تبوظش الغساله بتاعتك. وغسالات فوق الاوتوماتيك هتجيبه مسحوق ب 170 جنيه. شوفوا بقى عايزين تجيبوا اوكسي عشان احنا في المقاطعه ما بلاش تجيبوا برسيل واريال والحاجات دي، هاتوا اوكسي كويس وهاتوا كلور الوان الازازه ب 30 جنيه اللي هو كلولر وفي نوع ثاني بس انا مش فاكره اسمه ايه. بعيدوا برضو عن الحاجات اللي هي المقاطعه. هتجيبوا بقى من عند الراجل بتاع المنظفات او بتاع الصابون السايل هتجيبوا كلور خام الكيلو عامل 10 جنيه وهتجيبوا ديتول اي بقى ريحه انت عايزاها، عايزه ديتول اللي هو بريحه الديتول الاصليه او ديتول بريحه اللافندر الكيلو ب 7 جنيه. دي كده الحاجات الاساسيه. الحاجات دي عامله كام؟ لو انت هتجيب المسحوق الاوتوماتيك هتبقى الحاجات دي ب 217 ولو انت بتاعه المسحوق الفوق الاوتوماتيك هتبقى الحاجه معاكي ب 147. في كل الحالتين انا حطيت لك 100 جنيه وحسبت كله على اللي هو المسحوق الاوتوماتيك عشان اكتريتنا عندهم غساله اوتوماتيك. فانا حسبت لكم اكنكم عندكم كلكم غساله اوتوماتيك وزودت لكم كمان 100 جنيه عشان لو عايزين تجيبوا صابون مواعين صابونه وش عايزين تجيبوا شامبو عايزين تجيبوا مناديل. بس نصيحه مني بند المنظفات ده بالذات هاتوا كل شهر حاجه،
يعني ادي شهر المناديل، تاني شهر بدل المناديل ادي شامبو، تالت شهر بدل الشامبو ادي صابون، الشهر اللي بعديه بدل كل الحاجات دي ادي صابون مواعين كميه كبيره وخليهم عندك، اللي هو الكيس ده اللي هو بيعمل 8 كيلو ده وخليه عندك. يعني حاولوا كل شهر تجيب الحاجات اللي هي الاختياريه دي تجيبوها كل شهر حاجه، واتوا بال 100 جنيه هتوفر معاكوا كتير، يعني هيبقى معانا في الاخر 350 جنيه. انا بعمل ايه بقى؟ بجيب الحاجات الاساسيه وبخلي ال 100 جنيه معايا في البيت. لو في ساعتها حسيت ان انا الحاجات اللي انا عايزاها لازم اجيبها دلوقتي بجيبها، مش محتاجاها دلوقتي بخليها معايا في البيت، يا اما احتاج ان انا اجيب حاجه اخر الشهر هلاقيها خلصت فاجيبها، يا اما احطها في حاجه تانية كده. بالنسبه لي انا حاجه الشهر خلصت، نخش بقى على الحاجات اللي انا بجيبها بالاسبوع، ودي بقى اللي هي فيها اللعبكه، ودي اللي هنمسك فيها ايدينا على قد ما نقدر. وهقول لكم ازاي. مشتريات الاسبوع عندي 1320 جنيه. هنجيب ايه بقى؟ هنجيب كل اسبوع ب 100 جنيه خضار على قد ما تقدروا بقى. الخضار اللي هو بتاع الثلاجه هات اللي انت محتاجاه بس، زي الطماطم يعني بنحتاجها في الاكل، نعمل بيها صلصه. الخيار اتي على قد الاحتياج، لان الخيار اليومين دولت مش حلو وكمان بيعفن بسرعه في الثلاجه. ما تقوليليش ايه السبب، يعني انا بجيب الخيار بالظبط بيقعد يوم او يومين في الثلاجه، لو ما اتاكلش ليه بقى دبل كده وعفن. ف يعني نصيحه مني، حاجه الثلاجه دي ما تجيبهاش كتير، جيب على قد ما انت عايزه دلوقتي بس. اتي لك بقى كيلو بطاطس، كيلو طماطم، كيلو بصل، كيلو بصل، كيلو فلفل، نص فلفل على فكره هيقضيكي. اتي لك بقى يعني فلفل الوان، على فلفل كده اخضر، مدلعوا نفسكم. ف 100 جنيه هيبقى كفايه قوي خضار بالنسبه برده لاربع افراد في الاسبوع. هيتفضل حوالي معاكي عدد الخضار الاساسي حوالي 20 جنيه او 25 جنيه. اتي بقى بيهم باميه، اتي بيهم بتنجان، اعملي لك مخلل بتنجان، اعملي ليمون، يعني الحاجات اللي هي بقى ايه مش تبقى اساسيه قوي يعني. بالنسبه بقى للفاكهه هنجيب كل اسبوع ب 50 جنيه فاكهه، وده يا جماعه يعني انا عارفه ان هو هيبقى قليل قوي، بس يعني على قد ما نقدر. اطلب 50 جنيه كل اسبوع حاجه كده ايه تبقى جنب الحاجات الحلوه اللي الولاد بيجيبوها وكده. ب 50 جنيه اتي تفاح عشان اللانش بوكس، اتي عنب اليومين دولت، اتي بلح برده اليومين دولت موجود، اتي جوافه بقى جوافه تنزل، اتو جوافه، اللي ما اشتراش مانجا يلحق يشتري مانجا كده. فاتي لك ب 50 جنيه في 4 ب 200 جنيه. يبقى 200 جنيه فاكهه في الشهر، كل اسبوع 50 جنيه. الخضار قلنا 100 جنيه كل اسبوع يبقى 400 جنيه في الشهر. العيش بقى عشان الناس اللي هم ما لهمش بطاقه تموين ومش بياخدوا تموين. العيش انا حسبت ان انا لو احنا 4 افراد فهنحتاج 8 ترغيفه ب 8 جنيه كل يوم. يعني في الاسبوع ب 56 جنيه عيش. في الثلاث اسابيع ب 168 جنيه، فانا حسبت يعني 170 جنيه في الشهر. طب انت تقولي لي، طب انت حسبتي العيش في ثلاث اسابيع بس، الاسبوع اللي فاضل ده هنعمل فيه ايه؟ هقول لكم بقى، الاسبوع اللي فاضل ده هيبقى 7 ايام، 7 ايام دولت مش لازم ناكل بقى فيهم عيش، ممكن نعمل كيكه، نعمل فينو، عشان يعني احنا بنجيب عيش بفلوس، احنا مش بنجيب عيش بطاقه تموين بجنيه وب 2 جنيه نجيب 60 رغيف، فاحنا بنجيب العيش بفلوس. ف 170 جنيه ده حلو قوي العيش لاربع افراد. الفينو بقى طبعا زي ما جبنا كده دقيق، جبنا 3 كيلو دقيق عشان قلت لكم هنعمل فينو. اعملي فينو يقضيكم مثلا 3 4 ايام كده، حطيه في الفريزر وطلعي سخنيه في الميكرويف او في الفرن وكليه انت وعيالك. اعملي ميني بيتزا، اعملي باتيه، اعملي كرواسون، الحاجات دي كده هتغنيكي على الاقل 7 ايام لو مش اكتر في الشهر. نفس الكلام بالنسبه للجبن. انا عملت الجبن 550 جنيه. 550 جنيه دول هيعملوا بيه، هنعمل ايه بيهم ايه؟ بصوا بقى، ال 550 جنيه ده يا اما تجيبي كرتونه بيض ب 180 جنيه، يا اما احنا مش بنحب البيض وملناش تقول على البيض ومش بنحب ناكل بيض كتير، فنجيب بيض على قد الاستخدام بالاسبوع. يعني يا اما تجيبي كرتونه بالشهر ب 180 جنيه، يا اما تجيبي بيض على قد الاستخدام بتاعك فتعوضي بقى الفرق بتاع كرتونه البيض ده في جبن تانية. وهتجيبي لبن، كيلو لبن في الاسبوع. كيلو اللبن ده هيبقى ب 35 جنيه، في طبعا اماكن عندهم اللبن ارخص من 35 جنيه. فانا جبت لكم بزياده 35 جنيه في 4 اسابيع ب 140 جنيه. طب انت تقولي لي بقى، انا كده الكيلو ده عباره عن 4 كوبايات، هيكفي معايا اسبوع ازاي؟ هقول لك بقى. اتي مع حاجات الخزين من ال 100 جنيه اللي انا قلت لك سيبيهم على جنب دول، ال 100 جنيه اللي انت سيبيها على جنب دي، اتي لبن بودره من عند العطار برده. واستخدمي اللبن البودره في الحاجات اللي ينفع تستخدميها بدل اللبن العادي. في معجنات بقى، في نسكافيه، يعني عوضي عن اللبن العادي. اللانشون برضو 35 جنيه في 4 اسابيع ب 140 جنيه. دول كده كده هيعملوا معايا 450 جنيه. هيتفضل معايا 100 جنيه اتي بقى بيهم زيتون، اتي جبن، لان احنا خلي بالكم احنا جايبين جبنه موتريلا وجبنه رومي في الاول مع حاجه اللحوم اهي. اهم جايبين جبنه موتريلا وجايبين جبنه رومي ب 135 جنيه، احنا محتاجين نجيب جبنه رومي
الا بقى قليل قوي يعني. فادي بقى جبنه براميلي، ادي جبنه قريش وحطي عليها شويه لبن او مع جبنه مثلثات، واعملي جبنه كريمي في البيت، ادي جبنه مثلثات لو ولادك بيحبوها يعني، ادي الجبنه اللي انت عايزاها. وزي ما بقول لكم موضوع البيت ده، لو انتوا استغنيتوا عن كرتونه البيض وبدلتوها ب مثلا 10 بيضات كل فين وفين كده، يعني قللتوا من كميه البيض وزودتوها في الجبن، هتظبطوا الدنيا دي. ده كده الحاجات اللي انا بجيبها بالاسبوع. فزي ما بقول لكم كده، دي كده احنا كده خلاص خلصنا الميزانيه. اتمنى ان تكون الميزانيه بتاعتنا ال 4000 جنيه لاربع افراد شهر 10 تكون عجبتكم ونالت رضاكم، ورب بيوتنا كلنا تكون عمرنا بالخير والبركه. والدعاء ده حافظوا عليه، ان شاء الله ربنا يزيد من رزقكم ورزقنا ويديم البركه والعمار في بيوتنا كلنا يا رب العالمين. يا رب تكون الميزانية عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.